فإن من نعم الله على العبد أن يدرك هذا الشهر المبارك وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى للقيام فيه بالطاعات، يوفقه الله تبارك وتعالى فيه للصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام ويوفقه الله عز وجل لقيام هذا الشهر الكريم، وينال موعود الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ويحرص على الخير في هذا الشهر العظيم، ويتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى. فإن لله نفحات، إن الله سبحانه وتعالى يهيئ لعباده أبواب الخير، فيجعل لهم مواسم عظيمة يفتح لهم فيها باب الرحمة، ومنها هذا الشهر الكريم وهي أيام معدودات. ومن وفقه الله تبارك وتعالى فإنه يغتنم هذه الفرصة الكريمة، لعل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لقيام ليلة القدر. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بالخيرات في مواسم الخيرات، وأن نكثر من الدعاء والاستغفار.